بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مضى في الحلقات السابقة الكلام على الآيات من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله ألا تأس على القوم الفاسقين. وقد وصلنا الاستنباط من هذه الآيات ما يسر الله سبحانه وتعالى، ونواصل الآن هذا الاستنباط حسب ما يسر الله جل وعلا لنا. فمن ذلك وجوب إنكار المنكر ومفارقة أهله عند العجز عن إزالته، وهذه قاعدة عظيمة أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا كليم الله موسى عليه الصلاة والسلام لما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، فإنه عليه الصلاة والسلام أظهر الإنكار فقال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ففيه مفارقة أهل المنكر إذا لم تستطع إزالته ولم يقبلوا منك النصيحة، فإنك لا تبقى معهم ولا تجلس معهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر المراحل: فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا يقتضي أن الإنسان لا يجلس مع أهل المنكر وهو لا يقدر على إزالته، بل يفارقهم ويبتعد عنهم. ويؤخذ من هذه الآيات أنها لا تجوز الرحمة بالمجاهرين بالفسق، فإن بني إسرائيل لما قالوا هذه المقالة عاقبهم الله بأشد العقوبات. قال سبحانه: إنها محرمة عليهم، أي الأرض المقدسة، إنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. هذا فيه أنه لا يجوز للمسلم أن يتحسر على الكفار أو أن يرحم الكفار إذا عاندوا وقاطعوا الحق، فإنها لا تجوز الرحمة بهم أبدا. لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا يخافون، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا فيه أن الترف في الآيات، أن الترف يسبب ترك الجهاد في سبيل الله والإخلاد إلى الراحة. فإن بني إسرائيل لما كانوا مترفين وأمروا بالجهاد، فإنهم عند ذلك تأخروا وتراخوا وقالوا ما قالوا من المقالات الشنيعة. ففيه التحذير من الترف الذي هو التنعم والتلذذ بالراحة وترك الأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله عز وجل. والترف كما يقولون زمانة الأمم، أي المرض المزمن في الأمم.
والله جل وعلا قد ذم الترف وعابه، فقال في أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. وأهل الترف دائما وأبدا هم الذين يقاومون دعوات الأنبياء. أهل الترف والرفاهية دائما هم الذين يقاومون دعوات الأنبياء. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. قال سبحانه وتعالى: أمرنا مترفيها فأترفوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال سبحانه وتعالى في أهل النار إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، كانوا يصرون على الحنث العظيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. هكذا أهل الترف دائما هم الذين يقاومون دعوات الأنبياء ولا يريدون النهوض إلى الخير والتعب في الطاعة والجهاد في سبيل الله، بل يريدون الراحة والرخاوة. ويؤخذ من هذه الآيات أن التربية على القوة والبعد عن الحضارة والرفاهية مما يقوي على الجهاد ويكون سببا في حصول النصر. فإن بني إسرائيل لما مكثوا في التيه مدة 40 سنة زال عنهم الترف، وجاء جيل منهم نشأ في الصحراء وتعود على القوة والشجاعة والشدة في الأجسام. عند ذلك غزا بهم خليفة موسى عليه السلام، وهو يوشع بن نون عليه السلام، غزا بهم بيت المقدس، خلصها من الكفار وصارت في قبضة المسلمين. يؤخذ من هذه الآيات كما أشرنا أن بيت المقدس، وهذه فائدة عظيمة، أن بيت المقدس وفلسطين لا يمكن أن يخلصها إلا المسلمون في كل زمان. وأما أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الترف فإنهم لن يخلصوا بيت المقدس. وأهل الأطماع، أهل الأطماع في الدنيا والرغبات الشهوانية، لن يخلصوا بيت المقدس أبدا، وإنما يخلصه أهل الإيمان وأهل الإسلام الصادق. وفيما سبق من التاريخ وما قصه الله علينا من ذلك عبرة وعظة للمجاهدين اليوم. ويؤخذ من هذه الآيات أن الولاية على بيوت الله، المساجد في الأرض خصوصا المساجد الثلاثة، أنها لا يجوز أن تكون بأيدي الكفار. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال سبحانه وتعالى في الكفار من قريش وهم يصدون عن المسجد الحرام: وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. لذلك أمر الله موسى ومن معه من بني إسرائيل أن يخلصوا بيت المقدس من قبضة الكفار، وقد خلصه الله منهم بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم على يد الخليفة الراشد الثاني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، خلصه من قبضة الكفار وصار بيد المسلمين، وفتح الله على المسلمين فلسطين وعادها إلى حوزة الإسلام من قبضة الكفار.
ثم استولى عليه الصليبيون استولى على بيت المقدس، استولى عليه الصليبيون بعد ذلك مدة طويلة حتى جاء صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فخلص بيت المقدس من الصليبيين. وهكذا نرجو أن يخلص الله بيت المقدس على أيدي المسلمين في هذا الزمان. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.